أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Love!
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا إخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم لمون ونفصل الآيات لقوم صدق الله العظيم.